دابا حنا كسلاخه تيحبسونا تيحبسوا يقول خدمتي بالليل ما تخدمش بالنهار. حنا كنا تنخدموا هنا تنخدموا هنا بالليل وتنخدموا ليه بالنهار. حبسونا تيقول لا ما يمكنش لك تدخل تخدم بالليل وتخدم ماكنش تخدم بالنهار وتخدم بالليل. تيحبسونا مع الصباح ما تيخلوناش ندخلوا عندنا السلعه ديالنا عندنا البهايم ديالنا. سبب هذا القرار هذا نزل ما عرفنا شنو هو السبب هذا نزل هذا القرار هذا بغينا نشوفوه يتكلم معنا. ما يمكنش يمنعونا حنا. واش حنا تنخدموا حنا ربعه الناس بهيمه في السيمانه وتجي عندنا السلعه بنهار تيقول لك لا ما يمكنش ما تدخلش. تيحبسونا هاد الناس هادو تيقول لك ما تدخلش ما تدخلش السلاخه. هو مول السلاخ عاطيك البهيمه مول البهيمه عاطيك البهيمه سلعتو تيقفك انت تخدم مالي. حنا ربعه ديال الناس كنديروا لهاد البهيمه تيحبسونا دايرين لنا الماء مالح لداخل تندوروا به الدواور كلشي تتوصل السلعه خانزال مولاها. تنطلبوا من الناس مسؤوله تجي تكلم معنا ريحوا معنا خرج خرج هذا القرار هذا يريح معنا. خويا حنايا عندنا هنايا المشاكل في هذا الكورنالي المشاكل اللي عندنا حنا في فويديه. انا السيمانه فاتت تلاحوا لي 4 الفوادات مشريين 6000 درهم ما مناش هذا الشيء من الماء ديال كلشي مالح الماء مالح الملح ما خدناش على الفوادات. تنبغوا ندخلوا للكورنال تنولوا مقموعين في الباب حتى واحد ما تيخلينا ندخلوا كلشي تيقمعك ما تهز سلعتك ما ديرش ما ديرش مني وكاينه طوموبيل وحده وحنا تنبغوا نمشوا للسواق خاصنا نخرجوا مع الفجر حتى ملي تبغي تدخل على الباب ديال الكورنال تيحبسوك لا ممنوع الدخول ممنوع الدخول داك الشيء ديال القمع عايشين فيه وحنا هادشي بغينا نجنبوه بغينا واحد مسؤول يتكلف على الكورنال وكلشي تيهضر مجهوله كلشي تيهضر كلشي تيهضر هاي ما عندنا حنا لا لا ميل لا حاجه ولات فوضى هنايا عندنا الفوضى صافي هي اللي كاينه هاد السيمانه هي دابا سالمه السيمانه اخرى تقدر تطيح شي روح هنايا ما كاين عاد الظلم هو اللي كاين شي واحد اللي غيعتني بهذا الكورناوي يتكلف ما كاينش تكلف كاع وهادشي هو اللي كاين حنا يلاه دابا شي شهرين باش جينا هنا تاع حيده الكورنا ديال بوغنادل ولكن كاين الاقدميه بحالي انا من الاقدميين المطالب ديالنا بغينا التنظيم والملح له هادشي ما خاصنا الملح له الملح ما خدامش كاع حيوطي بوري من الملح خويا حنا مضرين في هذا الكورنا هنا بزاف مضرين كاين الماء مالح وتتجي هنايا تقول لك اللي يخدم الليل ما يخدمش النهار وانا كاري ب 1500 درهم وتنصرف على دارنا وعندي وليدات وكتخدم على الليل الليل ما كتصور حتى شي حاجه كتصور ديك 100 درهم ولا 150 درهم في الليل ما كافيكش وتيقمعوك في الباب تيقول لك لا انت خدمتي الليل رجع سير بحال هذاك رجع شحال من مره كنرجعوا من هنا وما كاين لا نظام لا حتى شي حاجه خديت الفوادات خسروا ليا الممالح كتجي ديهم الثلاجه تيوليو زرقين وخويا بغيناهم يديروا معنا شي حل خير المطالب ديالنا يديروا لينا الملح له ويخليونا نخدموا ليل ونهار ما يحبسوناش وبزاف الحوايج والفريكو اللي كنخلصوا ليه تنخلصوه مع الرخصه ديال اللحم هو ما خدامش خاشين فيه براوط مداري بزاف الحوايج بزاف بزاف والقرنه صغيره واللي ما كاينش معاه ما تهضر هنا اللي كهضرتي معاه تيقول لك عجبك الحال خدم ما عجبك سير قلب على راسك المسؤولين تيقول سير جري على راسك حنا كثر دابا ولينا كنهربوا منهم ما بقيناش كندبحوا هنايا انت شتي شنو دايرين هاد الناس شنو دايرين في هاد المزاره راه ردوها خايف غنقول لك راه لاين يلا محمد رسول الله الناس راه دايرين العصابه هذا براسو تا هو تيحكم تيبيع الميكا وتيحكم تا هو شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك.